للتقنية. في هذا الفيديو سأقدم لكم يعني مشروع جميل جدا خاص ب يعني هي لعبة ولديها مشروع خرافي وهي مارس 4، يعني هذه هي اسم المشروع. لكن قبل البداية أتمنى منكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الضغط على زر لايك للمزيد من تشجيعنا على نشر المزيد من الفيديوهات إخواني في الله. كما ترون إخواني فهذه واجهة المشروع، كما ترون كما قلت لكم مارس 4 هذا هو اسم المشروع. هنا يقول لك يعني هو يعتمد على نظام الميتافيرس، يعني ويعطيك بعد الريفينيو ويعني تشتري الـ NFT الخاص به وتقوم بربح كما ترون إخواني في الله. هنا يعني بعد الأخبار حول يعني حول المنصة أو حول المشروع، يمكنكم هنا كما ترون كل شيء حول اللعبة. هنا الجيم، هذه الجيم يعني الجيم سنترك لها فيديو لوحده، سنقوم بلعب الجيم اللعبة وكل شيء يعني ممتاز إخواني في الله. هنا كما ترون المارس يعني NFTs الخاص بهم، يعني لحد الآن كما ترون هذه كم قاموا بالبيع، يعني هنا يعني كم يوجد، يعني كم يوجد وكم قاموا ببيعهم إخواني في الله. فهذه يعني تعتمد على P2P game كما ترون معي، وهي ما زال تحت يعني كل مرة يقوم بإضافات جديد حول اللعبة. اللعبة فهي لعبة ممتازة ولعبة ممتعة إخواني، يعني تربح وتلعب ويعني كل شيء جميل إخواني في الله. هنا كما ترون هذه العربات الخاصة باللعبة، كما ترون فهي موجود هذه العربة مثل الدبابة إخواني. هنا يعني يمكنكم يعني ستقرؤون هذه الأشياء لكي تفهمون جيدا. هنا الكلاسيك، هذه الكلاسيك هو ثمنها 89 دولار، الإيبيك ثمنها 159 دولار، وهذه الليجندري ثمنها 2900 دولار، والتي يعني ستعطيك قوة كبيرة وربح العديد من النقاط كما ترون معي والوقت وكل شيء. يعني بقيت منها 45، هذه بقيت منها 734. هنا يعني الرخيصة بقي منها يعني العديد، يعني أكثر من 3000. كما ترون هنا يعني الأشياء الخاصة بالعربات، وهنا البروجكت البروجكشن كما ترون البروجكشن الخاص باللعبة، يعني فهي جميلة جدا. الفيديو الثاني سيكون يعني حول فقط اللعبة إخواني في الله. أيضا لديهم ما أعجبني هو أنه لديهم توكن، لديهم توكن خاص بهم، والتوكن فهو موجود يمكنكم شراؤه في سوشي سويب والبيتريكس وكيكوين والميكس سي والبانكيك سويب. مثلا إذا كنت تريد شراؤه في الكيكوين تذهب إلى باي من هنا، سيذهب بك مباشرة إلى كيكوين كما ترون إخواني، فهي منصة عالمية ومنصة معروفة، ولديهم التوكن الخاص بهم هي مارس 4، هذا هو التوكن الخاص بهم. فقد يجب عليكم حساب من هنا والبدء في شراء التوكن، او يمكنكم شراء من البانكيك سويب اخواني في الله. ها هي المارس 4 يمكنكم اندرستاند ثم اضافتها كما ترون، ها هي المارس 4 اخواني في الله. هذا شيء جميل جميل جدا اخواني. ايضا هنا الـ 3D Explorer اخواني الخاص باللعبة، يعني فهي تعتمد على الـ 3D وكما ترون معي هذه اللاند او الارض الذي يمكنك شراؤها كما ترون معي. فاللعبة فهي جميلة جميلة جدا، سأريكم كل شيء طريقة الشراء وكل شيء اخواني في الله. هنا تشتري مثلا ارض من الاراضي وتبدأ يعني في يعني المصارعة واللعب مع الاشخاص. هنا الاشياء يعني هنا الأسماء الخاصة بالأراضي إخواني في الله. كما ترون هنا الـ يعني Life on Mars، يعني كل شيء يعني كيف قاموا بإنشائها وكل شيء حول من المشروع. هنا كما ترون الـ White Paper الذي يجب عليكم ضروري أن تقرأها، تدخل الـ White Paper وتقرأ يعني الكل حول المشروع. كما ترون فهو يعتمد على 3D Metaverse، الـ Play to Earn وكل شيء. أيضا هنا بعض الصور الخاصة بهم، وهنا ستجد فيديو يمكنكم مشاهدة الفيديو من داخل اللعبة كما ترون. ف
يعني الفيديو فهو خرافي واحترافي، احترافي بمعنى الكلمة. هذه العربات الموجودة في اللعبة، هنا يمكنكم كما ترون رود ماب، هذه الرود ماب الخاصة بهم، يعني لديهم مشروع كبير جدا حتى 2023 كما ترون. سيبدأ الـ NFT موجود في الماركت بليس، يعني لحد الآن فهما حققوا هذه الأشياء الذي بالأخضر كما ترون. فالجيم في مرحلة المبيعات، يعني كل شيء جميل جدا حول المشروع إخواني. فهنا التيم الخاص بهم، هذا هو الفريق، عمل كبير وعمل فريق يعني احترافي إخواني في الله. هذا المانجمنت الخاص بهم، هذا الفريق المختص بالماركتينغ إخواني، ثم كل شيء حول هذا يعني التيم أو الفريق الكبير، يعني فريق كبير جدا يسهر حول المنصة أو المشروع إخواني في الله. هنا أيضا التويتش الخاص بهم، هنا التويتر الخاص بهم، كل ما عليكم يعني هو عمل لهم فولو من هنا ومتابعة كل جديد حول المنصة أو المشروع عفوا إخواني في الله. هنا اليوتيوب الخاص بهم، هنا الانستغرام، وهنا التليجرام. ضروري أن تدخلون إلى التليجرام الخاص بهم، تقوم بأوبن التليجرام، ثم هنا يمكنكم الدخول إلى الحساب الخاص بهم وقراءة الرسائل وكل شيء إخواني في الله حول هذا المشروع الخرافي والخرافي إخواني. أيضا ضروري الدخول للديسكورد الخاص بهم، كل ما لكم الدخول إلى الديسكورد، سأترك لكم كل شيء إخواني في الله. هنا يعني accept invite هكذا، وبعدها يعني الدخول في يعني المنص الموقع الخاص بهم او الديسكورد الخاص بهم، وتبداون في الدردشه معهم من هنا. الدردشه اكتب لهم اي شيء، مثلا اي شيء تكتبون لهم سيقوم باجابتكم. لديهم فريق كبير وكبير ويسهر على كل صغيره وكبيره. الان اخواني طريقه الشراء الـ NFTs فهي طريقه سهله وسهله، كل ما عليكم هو تذهب الى جيت مارس فور NFTs، تذهب هكذا، ثم بعدها تقوم كم من NFT تريد، مثلا 1 2 3 4، مثلا تقوم بشراء واحده، كل ما عليكم يعني ثمنها هو 0.3 ايثريوم. اذا كان لدي يعني add to cart هكذا، ثم بعد check out لكي تشتري الـ NFT. الطريقة فهي سهلة، كل ما عليكم إذا كنت تريد يعني بالـ USDC أو الـ USDT، يمكنكم الدفع بالـ USDT تعادل يعني 578.3 إثريوم، أو الـ إثريوم إذا كان لكم إثريوم. يمكنكم يعني connect الوالد الخاصة بكم MetaMask هكذا، تقوم بالدخول الى الميتا ماسك الخاصة بكم، ثم نيكست هكذا، ثم كونكت هكذا، والان سيصبح لديكم المحفظة هنا. يمكنكم باي بواسطة الاثريوم الموجود لديكم في الميتا ماسك. اذا لم يكن لديكم في الميتا ماسك، سهلة جدا، تذهب الى direct to transfer understand هكذا، ثم تقوم باخذ هذا الوالد وارسال يعني لهم الاثريوم 0.0 اثريوم، وبعدها سيرسل لك الـ NFT الخاص بك اخواني في الله. ثم هنا يعني هذا ما كان يعني نعم كان هذا كل شيء حول المشروع في الفيديو الاول. الفيديو الثاني يعني سنتطرق الى اللعبه وكيفيه لعب اللعبه اخواني في الله، طريقه بلاي تو ايرن والعديد العديد اخواني في الله حول الجيم ان شاء الله في الفيديو الثاني. كان هذا كل شيء، نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك للمزيد من الفيديوهات ان شاء الله.